جزاكم الله خيرا. يقول: أنا شاب وأقص شعري من الجنبين وأتركه من فوق، هل هذا حرام؟ علما بأنني اعتدت على هذا وأنا صغير، ومجتمعنا إذا لم يفعل الإنسان ذلك يعتبروه مكانا للسخرية ويضحكون عليه. جزاكم الله خيرا. لا أدري ما معنى يحلق شعره من الجنبين، هل هو يحلق عوارض اللحية؟ هذا حرام، لا يجوز، لأن اللحية هي مجموع العوارض ومجموع ما ينبت على الذقن، كل هذا من شعر اللحية، فلا يجوز له أخذ العوارض أو حلقها لأنها من اللحية إن كان هذا هو مقصود. نعم نعم. وإن كان المقصود جانبي شعر الرأس؟ إذا كان المقصود جانبي شعر الرأس، نعم، وهذا ربما يكون هو الظاهر من سؤاله، نعم، فهذا حرام أيضا، لأنه لا يجوز حلق بعض الرأس وترك بعضه، قوله صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو دعه كل. أما حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذه مثلة وتشبه بالكفار بالنصارى، طائفة من النصارى، فلا يجوز. نعم.